الروض الأنوف للسهيلي. الروض الأنوف هذا الكتاب من الكتب التي تفسر كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وقد ألفه الفقيه المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي. ولد في العام الثامن بعد 500 وتوفي في عام 81 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في بداية كتابه مقدمة يجيء فيها حمدا لله المقدم على كل أمر ذي بال، وذكره سبحانه حري ألا يفارق الخلد والبال، كما بدأنا جل وعلا بجميل عوارفه قبل الضراعة إليه والابتهال، فله الحمد تعالى حمدا لا يزال دائم الإقبال ضاطي السربال جديدا على مر الجديدين غير بال، على أن حمده سبحانه وشكره على نعمه وجميل بلائه منة من مننه وآلاء من آلائه، فسبحان من لا غاية لجوده ونعمائه ولا حد لجلاله ولا حصر لأسمائه. والحمد لله الذي ألحقنا بعصابة الموحدين ووفقنا للاعتصام بعروة هذا الأمر المتين، وخلقنا في إبان الإمامة الموعود ببركتها على لسان الصادق الأمين إمامة سيدنا الخليفة أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين الساطعة أنوارها في جميع الآفاق المطفأة بصوب سحائبها وجوب كتائبها جمرات الكفر والنفاق، في دولة لحظ الزمان شعاعها فارتد منتقصا بعيني أرمدي، من كان مولده تقدم قبلها أو بعدها فكأنه لم يولدي. ثم يتحدث المؤلف عن سبب تأليفه للكتاب ويقول: وبعد فإني قد انتحيت في هذا الإملاء بعد استخارتي للطول والاستعانة بمن له القدرة والحول إلى إيضاح ما وقع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سبق إلى تأليفها أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي، ولخصها عبد الملك ابن هشام المعافري المصري النساب النحوي مما بلغني علمه ويسر لي فهمه من لفظ غريب أو إعراب غامض أو كلام مستغلق أو نسب عويص أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتميمته مع الاعتراف بقلود الحد عن مبلغ ذلك الحد، فليس الغرض المعتمد أن أستولي على ذلك الأمد، ولكن لا ينبغي أن يدع الجحش من بذه الأعيار، ومن سافرت في العلم همته فلا يلقى عصا التسيار، وقد قال الأول: افعل الخير ما استطعت وإن كان قليلا فلن تحيط بكله، ومتى تبلغ الكثير من الفضل إذا كنت تاركا لأقله. نسأل الله التوفيق لما يرضيه وشكرا يستجلب المزيد من فضله ويقتضيه. قال المؤلف أبو القاسم: قلت هذا لأني كنت حين شرعت في إملاء هذا الكتاب خيل إلي أن المرام عسير، فجعلت أخطو خطو الحسير وأنهض نهض البرق الكثير، وقلت كيف أرد مشرعا لم يسبقني إليه فارض، وأسلك سبيلا لم توطأ قبلي بخف ولا حافر، فبينا أنا أتردد تردد الحائر إذ سنح لي هنالك خاطر أن هذا الكتاب سيرد الحضرة العلية المقدسة الإمامية، وأن الإمامة ستلحظه بعين القبول، وأنه سيكتتب للخزانة المباركة عمرها الله بحفظه وكلاءته، وأمد أمير المؤمنين بتأييده ورعايته، وينتظم الكتاب بسلك أعلاقها ويتسق مع تلك الأنوار في مطالع إشراقها، فعند ذلك امتطيت صهوة الجد وهززت نبعة العزم ومريت أحلاف الحفظ
واشتهرت يا نبيع الفكر وعصرت بلالة الطبع، فألفيت بحمد الله الباب فتحا وسلكت سبل ربي ذللا، فتبجست لي بمن الله تعالى من المعاني الغريبة عيونها، وانثالت علي من الفوائد اللطيفة أبكارها وعونها، وطفقت عقائد الكلم يزدلفن إلي بأيتهن أبدأ، فأعرضت عن بعضها إيثارا للإيجاز، ودفعت في صدور أكثرها خشية الإطالة والإملال. لكن تحصل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والأداب وأسماء الرجال والأنساب، ومن الفقه الباطن اللباب وتعليل النحو وصنعة الإعراب، ما هو مستخرج من نيف على 120 ديوانا سوى ما أنتجه صدري ونفحه فكري ونتجه نظري ولقنته عن مشيختي، من نكت علمية لم أسبق إليها ولم أزحم عليها، كل ذلك بيمن الله وبركة هذا الأمر المحيي لخواطر الطالبين والموقظ لهمم المسترشدين والمحرك للقلوب الغافلة إلى الاطلاع على معالم الدين، مع أني قللت الفضول وشذبت أطراف الفصول، ولم أتتبع شجون الأحاديث وللحديث شجون، ولا حجمت بي خيال الكلام إلى غاية لم أردها، وقد عنت لي منه فنون، فجاء الكتاب من أصغر الدواوين حجما، ولكنه كيف مليء علما ولو التفته غيري، وكان بدء إملاء هذا الكتاب في شهر المحرم من سنة 69 و500، وكان الفراغ منه في جماد الأولى من ذلك العام. الروض الأنف للسهيلي. ويبدأ المؤلف السهيلي في تفسير نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئا بذلك كتابه الروض الأنف، فيقول: قد ذكرنا في كتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام، معاني بديعة وحكمة من الله بالغة في تخصيص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين محمد وأحمد، فلتنظر هناك. ولعلنا أن نعود إليك في باب مولده من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما جده عبد المطلب فاسمه عامر في قول ابن قتيبة، وشيبة في قول ابن إسحاق وغيره، وهو الصحيح، وقيل سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيبة. وأما غيره من العرب ممن اسمه شيبة فإنما قصد في تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل لهم ببلوغ سن الحنكة والرأي، كما سموا بهرم وكبير. وعاش عبد المطلب 140 سنة، وكان لدة عبيد بن الأبرز الشاعر، غير أن عبيدا مات قبله 20 سنة قتله المنذر. ويقال إن عبد المطلب أول من خضب بالسواد من العرب، والله أعلم. وأما هاشم فعمر كما ذكر، هو اسم منقول من أحد أربعة أشياء من العمر الذي هو العمر أو العمر الذي هو من عمور الأسنان، وقاله القطبي أو العمر الذي هو طرف الكم، يقال سجد على عمريه أي على كميه، أو العمر الذي هو القرط كما قال التنوخي، وعمر هند كأن الله صوره، عمر بن هند يسوم الناس تعنيتا. وزاد أبو حنيفة وجها خامسا فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السكر ويقال فيه عمر أيضا، قال يجوز أن يكون أحد الوجوه التي بها سمي الرجل عمرا، وقال كان ابن أبي ليلى يستاك بعسيب العمر. وعبد مناف اسمه المغيرة، وهو منقول من الوصف والهاء فيه للمبالغة، أي أنه مغير على الأعداء أو مغير من أغار الحبل إذا أحكمه، ودخلته الهاء كما دخلت في علامة ونسابة لأنهم قصدوا قصد الغاية وأجروه مجرى الطاعة والداهية، وكانت الهاء أولى بهذا المعنى لأن مخرجها
غاية الصوت ومنتهى، ومن ثم لم يكسر ما كانت فيه هذه الهاء، فيقال في علامة على ليم، وفي نسابة نساسيب، كي لا يذهب اللفظ الدال على المبالغة، كما لم يكسر الاسم المصغر كي لا تذهب بنية التصغير وعلامته. ويجوز أن تكون الهاء في مغيرة للتأنيث، ويكون منقولا من وصف كتيبة أو خير المغيرة كما سموا بعسكر. وعبد مناف هذا كان يلقب قمر البطحاء فيما ذكر الطبري، وكانت أمه حبي قد أخدمته مناة، وكان صنما عظيما لهم، وكان سمي به عبد مناة. ثم نظر قصي فرآه يوافق عبد مناة ابن كنانة، فحوله عبد مناف، وذكره البرقي والزبيري أيضا. وفي المعيطي عن أبي نعيم قال: قلت لمالك: ما كان اسم عبد المطلب؟ قال: شيبة. قلت: فهاشم؟ قال: عمرو. قلت: فعبد مناف؟ قال: لا أدري. وقصي اسمه زيد، وهو تصغير قصي أي بعيد، لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حتى احتملته أمه فاطمة مع رابة ربيعة بن حرام، وصغره على فعيل، وهو تصغير فعيل، لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث ياءات فحذفوا إحداهن، وهي الياء الزائدة الثانية التي تكون في فعيل نحو قضيب، فبقي على وزن فعيل. وأما كلاف فهو منقول إما من المصدر الذي هو معنى المكالبة نحو كالبت العدو مكالبة وكلابا، وإما من الكلاب جمع كلب، لأنهم يريدون الكثرة كما سموا بسباع وأنمار. وقيل لأبي الرقيش الأعرابي: لما تسمون أبناءكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب، وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن الأبناء عدة الأعداء وسهام في نحورهم، فاختاروا لهم هذه الأسماء. ومرة منقول من وصف الحنظلة والعلقمة، وكثيرا ما يسمون بحنظلة وعلقمة، ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة، فيكون منقولا من وصف الرجل بالمرارة، ويقوى هذا في قولهم تميم بن مر وأحسبه من المسمين بالنبات، لأن أبا حنيفة ذكر أن المرة بقلة تقلع فتؤكل بالخل والزيت، يشبه ورقها ورق الهندباء. وأما كعب فمنقول إما من الكعب الذي هو قطعة من السمن، أو من كعب القدم، وهو عندي أشبه لقولهم ثبت ثبوت الكعب، وجاء في خبر ابن الزبير أنه كان يصلي عند الكعبة يوم قتل، وحجارة من جنيق تمر بأذنيه وهو لا يلتفت كأنه كعب راتب. وكعب بن لؤي هذا أول من جمع يوم العروبة، ولم تسمى العروبة الجمعة إلا مزجاء الإسلام في قول بعضهم، وقيل هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به، وينشد في هذا أبياتا منها قوله: يا ليتني شاهد فحواء دعوته، إذا قريش تبغى الحق خذلانا. ولؤي قال ابن الأنباري هو تصغير اللأي، وهو الثور الوحشي، وأنشاد: يعتاد أضحية بقينا بقفرة ميساء يسكنها اللأي والفرقد. وقال أبو حنيفة: اللأي هي البقرة. قال: وسمعت أعرابيا يقول: بكم لائق هذه. وأنشد في وصف فلا: كظهر اللأي لو يبتغي رية بها نهارا لأعيت في بطون الشواجن. والشواجن شعب الجبال، والرية مقلوب من ور الزند، وأصله ورية، وهو الحراق الذي يشعل به الشررة من الزند، وهو عندي تصغير لأي. واللأي البطء، كأنهم يريدون معنى الأناة وترك العجلة، وذلك أني ألفيته في أشعار بدر مكبرا على هذا اللفظ في شهر أبي أسامة، حيث يقول: فدونكم بني لأي أخاكم، ودونك مالكا يا أم عمري. مع ما جاء في بيت الحطيئة في غيره أتت آل شماس بن لأي، وإنما
أتاهم بها الأحلام والحسب العد. وقوله أيضا: فماتت أم جارة آل ألئي ولكن يضمنون لها قراها. وفهر فقيل فيه إنه لقب، والفهر من الحجارة الطويل، واسمه قريش، وقيل بل اسمه فهر، وقريش لقب له. ومالك والنضر وكنانة لا إشكال فيها. أما خزيمة وهو والد كنانة تصغير خزمة وهي واحدة الخزن، ومدركة وإلياس فمذكور في الكتاب، وإلياس أبوه، وقيل فيه ابن الأنباري إلياس بكسر الهمزة، وهو من الألس. ومنها أنه إفعال من قولهم رجل أليس هو الشجاع الذي لا يفر، قال العجاج: أليس على حوبائه سخي، أليس كالنشوان وهو صاحي. وفي غريب الحديث القدي أن فلانا أليس أهيس ألد ملحس، إن سئل ألز وإن دعي انتهز. وقد فسره وزعم أن أهيس مقلوب الواو وأنه مرة من الهوس، وجعلت واوه ياء لازدواج الكلام، فالأليس الثابت الذي لا يبرح، والذي قاله غير ابن الأنباري أصح، وهو أنه إلياس سمي بضد الرجاء، واللام فيه للتعريف، والهمزة همزة وصل، وقاله قاسم بن ثابت في الدلائل، وأنشد أبياتا شواهدة منها قول قصي: إني لدى الحرب رخي اللبب، أمهتي خندف والياس أبي. وقيل إنما سمي السل داء يائس، وداء الياس لأنها الياس ابن مضر مات منه. قال ابن هرمة: يقول العازلون إذا رأوني أصبت بداء ياس فهو مودي. وقال ابن أبي عاصية: فلو كان داء الياس بي وأعانني طبيب بأرواح العقيق شفانية. وقال عروة بن حزام: بي الياس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الياس فإنه كان مؤمنا. وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وينظر في ذلك كتاب المولد للواقدي. وإلياس هو أول من أهدى البدن للبيت. أما مضر فقال العدي: هو من المضيرة أو من اللبن الماضر، والمضيرة شيء يصنع من اللبن، فسمي مضر لبياضه، والعرب تسمي الأبيض أحمر، فلذلك قيل مضر الحمراء. وقيل بل أوصى له بقبة حمراء، وأوصى لأخيه ربيعة بفرس، فقيل مضر الحمراء وربيعة الفرس. ومضر أول من سن للعرب حذاء الإبل، وكان أحسن الناس صوتا فيما زعموا. وفي الحديث المروي: لا تسب مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مؤمنين. والنزار فمن النزر وهو القليل، وكان أبوه حين ولد نظر إلى النور بين عينيه، وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ففرح فرحا شديدا به ونحر وأطعم، وقال: إن هذا كله نزر لحق هذا المولود، فسمي نزارا لذلك. وأما ما عد فهو أبوه، فقال ابن الأنباري فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن يكون مفعلا من العد، والثاني أن يكون فعلا من معد في الأرض أي أفسد، ثم قال: وخاربين خربا فمعدا ما يحسبان الله إلا رقدا. وإن كان ليس في الأسماء ما هو على وزن فعل بفتح الفاء إلا مع التضعيف، فإن التضعيف يدخل في الأوزان ما ليس فيه، كما قالوا شمر وقشعريرة. وعدنان على فعلان من عدن إذا أقام، ولعدنان أخوان نبت وعمر. ومن قبل عدنان واضطراب النسابين فيه هو أدد مصروف، وقال ابن السراج: هو من الود، وانصرف لأنه مثل ثقب. ثم نصل حتى إبراهيم عليه السلام، ومعناه آب راحان، وآزر قيل معناه يا أعوج، وقيل هو اسم صنم، وانتصب على إضمار الفعل في التلاوة. ونوح واسمه عبد الغفار، وسمي نوحا لنوحه على ذنبه، وأخوه صابئ ابن لامك، وإليه ينسب دين الصابئين. ثم إدريس فهو إدريس عليه السلام، قد قيل إنه إلياس، وإنه ليس بجد لنوح، ولا هو في عمود هذا النسب. وكذلك سمعت شيخنا الحافظ أبا بكر رحمه الله يقول: ويستشهد بحديث الإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
كلما لقي نبيا من الأنبياء الذين لقيهم ليلة الإسراء قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وقال له آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وكذلك قال له إبراهيم وقال له إدريس والأخ الصالح. فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له أبوه إبراهيم وأبوه آدم، ولخاطبه بالنبوة ولم يخاطبه بالأخوة. وهذا القول عندي أنبل وأنفس وإليه النفس تميل. أما آدم وفيه ثلاثة أقوال، قيل هو اسم سرياني، وقيل هو أفعل من الأدمة، وقيل أخذ من لفظ الأديم لأنه خلق من أديم الأرض. وروى ذلك ابن عباس، وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل عن محمد بن المستنير وهو قطرب أنه قال لو كان من أديم الأرض لكان على وزن فاعل، وكانت الهمزة أصلية. قال المؤلف وهذا القول ليس بشيء، لأنه لا يمتنع أن يكون من الأديم ويكون على وزن أفعل، تدخل الهمزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على الهمزة الأدمة، فأول الأدمة همزة أصلية، فكذلك أول الأديم همزة أصلية. الروض الأنف للسهيلي. ونمضي مع كتاب الروض الأنف للسهيلي، ونتوقف عند اسم مصر والأسباب التي دعت إلى تسميتها. يقول المؤلف وأما مصر فسميت بمصر بن النبيط، ويقال ابن قبط بن النبيط من ولد كوش بن كنعان. وحفن التي ذكرت هي قرية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرية بالصعيد معروفة، وهي التي كلم الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية أن يضع الخراج على أهلها، ففعل معاوية ذلك حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ورعاية لحرمة الصهر. وحينما يتحدث المؤلف عن عك بن عدنان فيقول أن بعض أهل اليمن يقول فيه عك ابن عدنان ابن عبد الله ابن الأزد، وذكر الدارقطني في هذا الموضع عن ابن الحباب أنه قال فيه عك بن عبد الله ابن عثمان بالثاء المثلثة، ولا خلاف في الأول أنه بنونين أي عدنان، كما لم يختلف في دوس بن عثمان أنه بالثاء وهي قبيلة من الأزد أيضا. واسم عك عامر، والديس هو بالثاء، وقال الزبير الذيب بالذال والياء والباء. ولعدنان أيضا ابن اسمه الحارث، وآخر يقال له المذهب، ولذلك قيل في المثل أجمل من المذهب. وقد ذكر أيضا في بنيه الضحاك، وقيل في الضحاك أنه ابن معد. يتعرض بعد ذلك المؤلف للحديث عن نسب قحطان والعرب العاربة، فيقول أما قحطان فاسمه مهزم فيما ذكر ابن مكولة، وكانوا أربعة إخوة فيما روي عن ابن منبه، قحطان وقاحط ومقحط وفالغ. وقحطان أول من قيل له أبيت اللعن، وأول من قيل له عن صباحا، واختلف فيه، فقيل هو ابن عابر ابن شالخ، وقيل هو ابن عبد الله أخو هود، وقيل هو هود نفسه، فهو على هذا القول من إرم ابن سام. ومن جعل العرب كلها من إسماعيل قالوا فيه هو ابن تيمن ابن قيظر ابن إسماعيل، ويقال هو ابن الهميسع ابن يمن، وبيمن سميت اليمن في قول، وقيل بل سميت بذلك لأنها عن يمين الكعبة، وتفسير الهميسع الصراع أي القوي. وقال ابن هشام يمن هو يعرب بن قحطان سمي بذلك لأن هودا عليه السلام قال له أنت أيمن ولدي نقيدة في خبر ذكره، قال وهو أول من قال القريض والرجز، وهو الذي أجلى بني حام إلى بلاد المغرب بعد أن كانوا يأخذون الجزية من ولد قوط بن يافث، قالوا هي أول جزية وخراج أخذت في بني آدم. وقد احتجوا لهذا القول أي أن قحطان من ولد إسماعيل عليه السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، قال هذا القول لقوم من أسلم بن أقصى وأسلم أخو خزاعة، وهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، وهم من سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ولا حجة عندي في هذا الحديث لأهل هذا القول، لأن اليمن لو كانت من إسماعيل مع أن عدنان كلها من إسماعيل بلا شك لم يكن لتخصيص هؤلاء القوم بالنسبة لإسماعيل معنى، لأن غيرهم من العرب أيضا أبوهم إسماعيل،
ولكن في الحديث دليل والله أعلم على أن خزاعة من بني قمع أخي مدركة بن إلياس بن مضر، وكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه هي أمكم يا بني ماء السماء يعني هاجر، يحتمل أن يكون تأول في قحطان ما تأوله في غيره. وسبأ التي يأتي دائما ذكرها هي نسبة إلى عبد شمس، وهو أول من تتوج من ملوك العرب وأول من سبي فسمى سبأ. ولست من هذا الاشتقاق على يقين لأن سبأ مهموز والسبي غير مهموز. أما أميمة يقال فيه أميم، ووجدت بخط الشيخ مشاهير أميم وأميم. يقول المعري يراه بن الدهر الأخير بحاله كما قد رأته جرهم وأميم، فجاء به على وزن فعيل وهو الأكثر، وأميم فيما ذكر وأول من سقف البيوت بالخشب المنشور، وكان ملكا، وكان يسمى آدم، وهو عند الفرس آدم الصغير وولده وبار، وهم أمة هلكت في الرمل، هالت الرياح الرملة على فجاجهم ومناهلهم فهلكوا. قال الشاعر وكر دهر على وباري فأهلكت عنوة وباري. والنسب إليه أباري على غير قياس. ومن العماليق ملوك مصر الفراعنة منهم الوليد بن مصعب صاحب موسى، وقابوس بن مصعب بن عمرو بن معاوية بن إراشة بن معاوية من أهل العماليق الأول، ومنهم الريان بن الوليد صاحب يوسف عليه السلام، ويقال فيه ابن دو أو فيما ذكر المسعودي. أما طسم وجديس فأفنى بعضهم بعضا، قتل الطسم جديسا لسوء ملكتهم إياهم وجورهم فيهم، فأفلت منهم رجل اسمه رباح بن مرة فاستصرخ بتبع وهو حسان بن تبان أسعد، وكانت أخته اليمامة واسمها عنز ناكحا في طسم، وكان هواها معهم فأنذرتهم فلم يقبلوا فصبحتهم جنود تبع فأفنوهم قتلا، وصلبوا اليمامة الزرقاء بباب جو وهي المدينة فسميت جو باليمامة من هنالك إلى اليوم، وذلك في أيام ملوك الطوائف. وبقيت بعض طسم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عواف الطير والسباع، حتى وقع عليها عبيد بن ثعلبة الحنفي وكان رائدا لقومه في البلاد، فلما أكل الثمر قال إن هذا لطعام، وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة فسميت حجرا وهي منازل حنيفة إلى اليوم. وخبر طسم وجديس مشهور، اقتصرنا منه على هذه النبذة لشهرته عند الإخباريين. أما الأنصار وهم الأوس والخزرج، الأوس هو الذئب والعطية أيضا، والخزرج الريح الباردة، ولا أحسب الأوس في اللغة إلا العطية خاصة وهي مصدر أسته، وأما الأوس الذي هو الذئب فعلم كاسم الرجل، وهو كقولك أسامة في اسم الأسد وليس أوس إذا أردت الذئب، فقولك ذئب وأسد، ولو كان كذلك لجمع وعرف قال كما يفعل بأسماء الأجناس، ولقيل في الأنثى أوسة كما يقال ذئبة. وفي الحديث ما يقوي هذا هو قوله عليه السلام هذا أويس يسألكم من أموالكم فقولوا لا تطيبوا له أنفسنا بشيء، ولم يقل هذا الأوس فتأمله، وليس أوس على هذا من المسمين بالسباع ولا منقولا من الأجناس إلا من العطية خاصة. وفيه عمرو وهو مزيقاء لأنه كما ذكروا كان يمزق كل يوم حلة، وهو عمرو ابن عامر، وهو ماء السماء ابن حارثة الغضريف ابن امرئ القيس، وهو البهلول ابن ثعلبة الصنم ابن مازن السراج ابن الأسد، ويقال لثعلبة أبيه الصنم. وكان يقال لثعلبة ابن عمرو جد الأوس والخزرج ثعلبة العنقاء، وكأنهم ملوك مسوجون. ومات حارثة بن ثعلبة العنقاء والد الأوس والخزرج بالمدينة بعد ظهورهم على الروم بالشام ومصالحة غسان لملك الروم. وكان موت حارثة وجذع بني سنان من صيحة كانت بين السماء والأرض سمع فيها صهيل الخيل، وبعد موت حارثة كان ما كان من نكث يهود العهود حتى ظهرت الأوس والخزرج عليهم بمن استنصروا به من ملوك جفنة، ويقال في الأسد الأسد أو الأسد، واسمه الازدراء بن الغوص، قاله وثيمة بن موسى بن الفرات، وقال غيره سمي أسدا لكثرة ما أسدى إلى الناس من الأيادي، ورفع في النسب إلى كهلان بن سبأ. وكهلان كان ملكا بعد حمير وعاش فيما ذكروا 300 سنة، ثم تحول الملك إلى أخيه حمير ثم في بنيهم هم وائل ومالك وعمر وعامر وسعد وعوف.
وذكر لطمة ولد عمرو بن عامر لأبيه وأنه كان أصغر ولد القاضي المسعودي واسمه مالك، وقال غيره ثعلبة، وقال ويقال إنه كان يتيما في حجره. وقول حسان: إما سألت فإن معشر أنف، الأسد نسبتنا والماء غسان. يا أخت آل فراس إنني رجل من معشر لهم في المجد بنيان. واشتقاق غسان اسم ذلك الماء من الغس، وهو ضعيف كما قال: غس الأمانة صنبور فصنبور، ويروى غسي. ويقال للهر إذا زجر غس بتخفيف السين، قاله صاحب العين. والغسيسة من الرطب التي يبدأها الإرطاب من قبل معلاقها ولا تكون إلا ضعيفة ساقطة. أما سبأ وسيد العالم: العرب تقول تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا نصبا على الحال، وإن كان معرفة في الظاهر لأن معناه مثل أيدي سبا والياء ساكنة فيه في موضع النصب، لأنه صار بمنزلة اسمين جعل اسما واحدا مثل معدي كرب، ولم يسكنوها في 18 لأنها متحركة في 18. وذكر سيد العالم، وفي العالم أقوال: قيل هو المسنى أي السد وهو قول قتادة، وقيل هو اسم للوادي وهو قول عطاء، وقيل هو الجرز الذي خرب السد، وقيل هو صفة للسيل من العرامة، وهو معنى رواية علي بن أبي طلحة عن عباس. وقال البخاري: العرم ماء أحمر حفر في الأرض حتى ارتفعت عنه جنتان فلم يسقيهما حتى يبست، وليس الماء الأحمر من السد، ولكنه كان عذابا أرسل عليهم. انتهى كلام البخاري. والعرب تضيف الاسم إلى صفة لأنهما اسم فتعرف أحدهما بالآخر، وحقيقة إضافة المسمى إلى الاسم الثاني أي صاحب هذا الاسم كما تقول ذو زيد أي المسمى بزيد، ومنه سعد ناشرة وعمرو بطة وقول الأعشى ومأرب عفى عليها العرم. يقوى بأنه السيل، ومأرب بالسكون الهمزة اسم لقصر كان لهم، وقيل هو اسم لكل ملك كان يلي سبأ، كما أن تبعا اسم لكل من ولي اليمن وحضر موت والشحر قاله المسعودي. وكان هذا السد من بناء سبأ ابن يشجب ابن يعرب، وكان ساق إليه 70 واديا ومات قبل أن يستتمه فأتمته ملوك حمير بعده. وقال المسعودي: بناه لقمان بن عاد وجعله فرسخا وجعل له 30 مثقبا. وقول الأعشى: إذا جاء مواره لم يرم، من قوله تعالى: يوم تمر السماء مورا، فهو مفتوح الميم، وبعضهم يرويه مضموم الميم، والفتح أصح، ومنهم قولهم: دم مائر أي سائل، وفي الحديث: أمر الدم بما شئت أي أرسله. ورواه أبو عبيد أمر بسكون الميم. وأنشد لأمية بن أبي الصلت: من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دونه سيله العالم. وهذا أبين شاهد على أن العالم هو السد، واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج الثقفي، وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد المطلب. الروض الأنف للسهيلي. ومن موضوعات هذا الكتاب الشيقة يتحدث المؤلف عن أصل عبادة الأوثان. يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم، ولا يقال وثن إلا لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه. ثم يذكر اللات وسبب العبادة فيقول: وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم، فربما نحر في الموسم 10,000 بدنة وأحيانا غير ذلك، كما كان يكسو 10,000 حلة، حتى ليقال إنه اللات الذي يلت السويق أي الطعام الذي يصنع من الحنطة والشعير المطقوق، أي الذي يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات. ويقال إن الذي يلت كان من ثقيف، فلما مات قال لهم عمرو إنه لم يمت ولكنه دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات. ويقال دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة 300 من السنين، فلما هلك سميت تلك الصخرة اللات مخففة التاء، واتخذ صنما يعبد.
وقد ذكر ابن إسحاق أنه أول من أدخل الأصنام الحرم وحمل الناس على عبادتها، وما كان منه إلا أبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة أن عمرو بن لحي فقع أعين 20 بعيرا وكانوا يفقعون عين الفحل إذا بلغت الإبل 1000، فإذا بلغت 2000 فقعوا العين الأخرى. قال الراجز: وكان شكر القوم عند المنن كي الصحيحات وفقع الأعين. وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي فيما يبني وكان يلبي، تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمرو فدانت بها العرب. وذكر ابن إسحاق ما كان في قوم نوح ومن قبلهم من عبادة الأصنام، وتلك هي الجاهلية الأولى التي ذكرها الله في القرآن في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكان بدء ذلك في عهد مهلاليل بن قينان فيما ذكروا. وقد ذكر البخاري عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ذلك، وهي أسماء قوم صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلما تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسخ العلم عبدت. وذكر الطبري هذا المعنى وزاد أن سواعا كان ابن شيث، وأن يغوث كان ابن سواع، وكذلك يعوق ونصر، كلما هلك الأول صورت صورته وعظمت لموضعه من الدين، ولما عهدوا في دعائه من الإجابة فلم يزالوا كذلك حتى خلفت الخلوف، وقالوا: ما عظم هؤلاء من آبائنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضر، واتخذوها آلهة. وهذه أسماء سريانية وقعت إلى الهند، سموها بها في أصنامهم التي زعموا أنها صور الدلال السبعة، وربما كلمتهم الجن من جوفها ففتنتهم، ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحي وعلمهم تلك الأسماء، وألقاها الشيطان على ألسنتهم موافقة لما كانوا في عهد نوح. وذكر ابن إسحاق أن كلب بن وبر بن انقضاعة، وبر بسكون الباء وهي الأنثى من الوبر، اتخذوا ودا في دومة الجندل، ودومة هذه بضم الدال ذكروا أنها سميت بدومة بن إسماعيل كان قد نزلها، ودومة أخرى بضم الدال عند الكوفة، ودومة بفتح الدال أخرى مذكورة في أخبار الردة. وذكر طي ابن أدد أو ابن مالك ابن أدد على خلاف، ومالك هو مزحج، وسم مزحجا بأكمة نزل إليها، وطي من الطاء وهي بعض الذهاب في الأرض. قاله ابن جني، ولم يرضى قول القطبي أنه أول من طوى المناهل، لأن طيئا مهموز وطويت غير مهموز. وذكر جرش في مزحج، والمعروف أنهم في حمير، يقول الشاعر: يريش الله في الدنيا ويبري، هو من رشت السهم وبريته واستعير في النفع والضر. قال سويد: فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. ويمكن في العربية دخول لا على الابتداء المعرفة والخبر إلا مع التكرار، أن تقول: لا زيد في الدار ولا عمرو، ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن ملكان بن كنانة. قال أبو جعفر: النساب كل شيء في العرب فهو ملكان بكسر الميم غير ملكان وملكان في السكون، فإنهما بفتح الميم واللام. أما إساف ونائلة فهما رجل وامرأة من جرهم، وإساف وقع عليها في الكعبة فمسخ، وأخرجه رسين في فضائل مكة عن بعض السلف، ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيه، ولكنه قبلهما فمسخا حجرين فأخرجاه إلى الصفا والمروة فنصبا عليهما ليكونا عبرة وموعظة. فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما إلى زمزم، فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبد من دون الله. أما هبل فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت، وهي من أرض الجزيرة، حتى وضعه في الكعبة. وذكر الواقدي أن نائلة حين كسرها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح خرجت منها سوداء شنطاء تخمش وجهها وتنادي بالويل والثبور، وقالت عائشة: أحدثنا في الكعبة، أرادت الحدث الذي هو الفجور، كما قال عليه السلام: من أحدث حدثا
أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. وقال عمر: حين كانت الزلزلة بالمدينة أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. وقول ابن أبي طالب: من إساف ونائلة هو ترخيم في غير النداء للضرورة، كما قال أمال بن حنظر، وذكر قول الشاعر: رأى قدعا في عينها، والقدع ضعف البصر من إدمان النظر. ويتحدث المؤلف عن ذي الخلصة، وهو بيت ذوس. والخلص في اللغة نبات طيب الريح يتعلق بالشجر له حب كحنب الثعلب. وجمع الخلصة خلص، وهو الذي استقسم بالأزلام. فامرؤ القيس الشاعر وقع في كتاب أبي الفرج أن امرئ القيس بن شعر الروض الأنف للسهيلي. ونمضي مع السهيلي في كتابه الروض الأنف لنتعرف على رأيه في إسلام الأنصار، فيقول: ولم يكن للأنصار اسم لهم في الجاهلية حتى سماهم الله به في الإسلام، وهم بنو الأوس والخزرج، والخزرج الريح الباردة، وقال بعضهم: وهي الجنوب خاصة. ودخول الألف واللام في الأوس على حد دخولها في التيم جمع تيمي، وهو من باب رومي وروم، لأن الأوس هي العطية أو العوض. ومثل هذا إذا كان علما لا يدخله الألف واللام، ألا ترى أن كل أوس في العرب غير هذا؟ فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائي وغيره، وكذلك أوس وأويس، وأويس الذئب. قال الراجز: يا ليت شعري عنه والأمر عميم، ما فعل لليوم أويس بالغنم. وأبوهم أي أبي الأوس والخزرج هو حارثة بن ثعلبة، وهو أيضا والد خزاعة على أحد القولين. وأمهم قيلة بنت كاهر بن عذرة من قضاعة، ويقال هي بنت جفنة، واسمه غلبة ابن عمرو بن عامر. والأنصار جمع لأناصر على غير قياس في جمع فاعل، ولكن على تقدير حذف الألف من ناصر لأنها زائدة، فالاسم على تقدير حذفها ثلاثي، والثلاثي يجمع على أفعال، وقد قالوا في نحوه: من أصحاب وصاحب وشاهد أشهاد. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للنفر من الأنصار: أمن موالي يهود أنتم، أي من حلفائهم. والمولى يجمع، والحليف وابن العم والمعتق والمعتق لأنه مفعل من الولاية، وجاء على وزن مفعل لأنه مفزع وملجأ لوليه، فجاء على وزن ما هو في معناه. وذكر النفر القادمين في العام الثاني الذين بايعوه بيعة النساء، وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء في القرآن فقال: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية. فأراد ببيعة النساء أنهم لم يبايعوه على القتال، وكانت مبايعته للنساء أن يأخذ عليهن العهد والميثاق، فإذا أقررن بألسنتهن قال: قد بايعتكن، وما مست يده يد امرأة في مبايعة، كذلك قالت عائشة. وقد روي أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق الثوب، وهو قول عامر والشعبي، ذكره عنه ابن سلام في تفسيره والأول أصح. وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري النقاش في صفة بيعة النساء وجها ثالثا أورد فيه آثارا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء، وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة، فيكون ذلك عقدا للبيعة، وليس هذا بالمشهور، ولهو عند أهل الحديث بالثبت، غير أن ابن إسحاق أيضا قد ذكره في رواية عن يونس عن أبان بن أبي صالح، وذكر أنساب الذين بايعوه، وسنعيده في بيعة العقبة وغزاة بدر، وهذا يقع التنبيه على ما يحتاج إليه بعون الله. الروض الأنف للسهيلي. ونمضي مع السهيلي في كتابه الروض الأنف، ونتوقف أمام أسارى بدر. يقول المؤلف: ذكر فيهم عزيز بن عمير حين مر بهم وهو أسير على أخيه مصعب، فقال مصعب للذي أسره: أشدد يديك به. وذكر الحديث. قال المؤلف رحمه الله، ويقصد ابن هشام: وقد تقدم في باب الهجرة خبر إسلام مصعب، وما كانت أمه تصنع به، وأرجعت التعريف به وبإخوته إلى هذا الموضع. فأما أبو عزيز فاسمه زرارة، وأمه التي
أرسلت فدائه أم الخناس بنت مالك العامرية، وهي أم أخيه مصعب، وأخته هند بنت عمير، وهند هي أم شيبة بن عثمان حاجب الكعبة جد بني شيبة. أسلم أبو عزيز وروى الحديث، وأسلم أخوه أبو الروم وأبو يزيد، ولا خفاء بإسلام مصعب أخيه. وغلط الزبير بن بكار فقال: قتل أبو عزيز يوم أحد كافرا، ولم يصح هذا عند أحد من أهل الأخبار، وقد روى عنه نبيه بن وهب وغيره، ولعل المقتول بأحد كافرا أخ لهم غيره. واسم أبي رافع أسلم، وقال ابن معين اسمه إبراهيم، وقيل اسمه هرمز، وكان عبدا قبطيا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس وبشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه فأعتقه، فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان عبدا لبني سعيد بن العاص وهم عشرة، فأعتقوه إلا خالد بن سعيد، فإنه وهب حصته فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، وقد توفي في قول الواقدي قبل مقتل عثمان بيسير. أما ذكر أبي لهب وضربه لأبي رافع حين ذكر الملائكة وانتصار أم الفضل له وضربها لأبي لهب، وأم الفضل هي لبابة الكبرى بنت الحارس الهلالية أخت ميمونة، وأختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، ولدت أم الفضل من العباس سبعة، قال الشاعر: ما ولدت نجيبة من فحل كسبعة من بطن أم الفضل، وهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن والفضل ومعبد وقسم، ويقال في السابع كثير بن عباس، والأصح في كثير أن أمه رومية، ولم تلد أم الفضل من العباس إلا من سمينا وأختا لهم وهي أم حبيب. وقد ذكر ابن إسحاق في رواية يونس، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها وهي طفلة تدب بين يديه، فقال: إن بلغت هذه وأنا حي تزوجتها، فقبض عليه السلام قبل أن تبلغ، فتزوجها سفيان بن الأسود بن عبد الأسد المخزومي، فولدت له رزقا ولبابة. وذكر ابن إسحاق أن أبا لهب حين ضربته أم الفضل بالعمود على رأسه قام منكسرا، ولم يلبث إلا يسيرا حتى رماه الله بالعدسة فقتله. وذكر الطبري في كتابه أن العدسة قرحة كانت العرب تتشاءم بها، ويرون أنها تعدي أشد العدوى، فلما رمي بها أبو لهب تبعد عنه بنوه، فبقي ثلاثا لا تقرب جنازته ولا يدفن، فلما خافوا السبعة دفعوه بعود في حفرته، ثم قذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. وقال ابن إسحاق في رواية يونس: لم يحفروا له، ولكن أسند إلى الحائط وقذفت عليه الحجارة من خلف الحائط ووري. وذكر أن عائشة كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت وجهها. وفي صحيح البخاري أن بعض أهله رآه في المنام في شر رحيبة وهي الحالة، فقال: ما لقيت بعدكم، يعني راحة، غير أني سقيت في مثل هذه بعتق ثويبة. هكذا في رواية الأصيلي عن أبي زيد، وفي رواية غيره قال: ما لقيت بعدكم راحة غير أني سقيت في مثل هذه، وأشار إلى النقر بين السبابة والإبهام بعتق ثويبية. وفي غير البخاري أن الذي رآه من أهله هو أخوه العباس، قال: مكثت حولا بعد موت أبي لهب لا أراه في نوم، ثم رأيته في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة، لأن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قد ولد، وكانت ثويبة قد بشرته بمولده، فقالت له: فشعرت أن آمنة ولدت غلاما لأخيك عبد الله، فقال لها: اذهبي فأنت حرة. فنفعه ذلك وهو في النار، كما نفع أخاه أبا طالب ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أهون أهل النار عذابا. وقد تقدم في باب أبي طالب أن هذا النفع إنما هو نقصان من العذاب، وإلا فعمد الكافر كله محبط بلا خلاف، أي لا يجده في ميزانه ولا يدخل به جنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ثويبة من المدينة ويزحفها، لأنها كانت أرضعت وأرضعت عمه حمزة، ولما افتتح مكة سأل عنها وعن ابن الله اسمه مسروح، فأخبر أنهما قد ماتا. وذكر المطلب بن وداع بن ضبيرة، وقد ذكر الخطابي عن العنبري أنه يقال فيه ضبيرة بالضاد المعجمة، واسم أبي ضبيرة عوف.
وذكر مالك ابن الدخشم ويقال فيه الدخيش ويقال فيه ابن الدخيش ويقال إنه الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فلم يدري ما ساره به حتى جهر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتله، وهو في حديث الموطأ والذي ساره هو عتبان بن مالك، وقد برأ النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم من النفاق، حيث قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: بلى. قال: أليس يصلي؟ قالوا: بلى. فقال في حديث الموطأ: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وفي حديث مسلم: فإن الله قد حرم علي النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. الروض الأنف للسهيلي. ومن فصول هذا الكتاب الروض الأنف للسهيلي غزوة أحد. يقول المؤلف: أحد الجبل المعروف بالمدينة، سمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. وللعلماء في معنى هذا الحديث أقوال، قيل أراد أهله وهم الأنصار، وقيل أراد أنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم من أسفاره بالقرب من أهله ولقائهم، وذلك فعل المحب، وقيل بل حبه حقيقة، وضع الحب فيه كما وضع التسبيح في الجبال المسبحة مع داود عليه السلام، وكما وضعت الخشية في الحجارة التي قال الله فيها: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآثار المسندة أن أحدا يوم القيامة عند باب الجنة، وذكره ابن سلام في تفسيره، وفي المسند من طريق أبي عبس بن جبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة. قال: وعير يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبواب النار. ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، مع قوله يحبنا ونحبه، فتناسبت هذه الأثار وشد بعضها بعضا. وقد كان عليه السلام يحب الاسم الحسن ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية، وقد سمى الله هذا الجبل بهذا الاسم تقدمة لما أراده سبحانه من مشاكلة اسمه ومعناه، إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحيد، عنده استقر حيا وميتا. وكان من عادته عليه السلام أن يستعمل الوتر ويحبه في شأنه كله استشعارا للأحدية، فقد وافق اسم هذا الجبل لأغراضه عليه السلام ومقاصده في الأسماء، فقد بدل كثيرا من الأسماء استقباحا لها من أسماء البقاع وأسماء الناس، وذلك لا يحصى كثرة، فاسم هذا الجبل من أوفق الأسماء له، ومع أنه مشتق من الأحدية فحركات حروفه الرفع، وذلك يشعر بارتفاع دين الأوحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم به اسما ومسمى، فخص من بين الجبال بأن يكون معه في الجنة، إذ أبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. وفي أحد قبر هارون أخي موسى عليهما السلام، وفيه قبض، ومن ثم واراه موسى عليه السلام، وكانا قد مرا بأحد حجين ومعتمرين. روى هذا المعنى في حديث أسنده الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب فضائل المدينة. وذكر رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى بقرا تنحر حوله وثلمة في سيفه وفي غير السيرة، قال: رأيت بقرا تنحر والله خير، فأولت الخير ما جاء الله به من الخير يوم بدر، وقد كانت بدر قبل أحد، ولكن نفع الله بذلك الخير الذي كان في يوم بدر، وكان في تأسيه وتعزيته لهم، فلذلك تضمرته الرؤيا بقول الله تعالى: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وفي البخاري: ما جاء الله به من الخير بعد بدر. وفي مسلم: وإذا الخير ما جاء الله به بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر. وهذه أقل الروايات إشكالا. قال المؤلف أبو القاسم السهيلي: أما البقر فعبارة عن رجال مسلحين يتناطحون، وقد رأت عائشة رضي الله عنها مثل هذا، فكان تأويله قتل من قتل معها يوم الجمل. وقوله والله خير أي رأيت بقرا تنحر، ورأيت هذا الكلام لأن الرائي قد يمثل له كلام في خلده فيراه بوهم كما يرى صورة الأشياء. ومن خبر أحوال الرؤية
عرف هذا من نفسه ومن غيره، لكن الصورة المرئية في النوم تكون في الغالب أمثالا مضروبة وقد تكون على ظاهرها، وأما الكلام الذي يسمعه بسمع الوهم ممثلا في الخلد فلا يكون إلا على ظاهره، مثل أن يسمع أنت سالم أو الله خير لك أو ما أشبه هذا من الكلام، فليس له معنى سوى ظاهره. وذكر أن فرسا ذبب بذيله فأصاب كلاب سيف فاستله. قال ابن هشام: كلاب السيف هي الحديدة العقفاء، وهي التي تلد الغمد، وفي كتاب العين: الكلب مسمار في قائم السيف. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولا يعتاف، يفتعل من العيافة. وظاهر كلامه أن العيافة في المكروه خاصة والفأل في المحبوب، وقد يكون في المكروه والطيرة تكون في المحبوب والمكروه. وفي الحديث أنه نهى عن الطيرة وقال خيرها الفأل، فدل على أنها تكون على وجوه والفأل خيرها، ولفظها يعطي أنها تكون في الخير والشر لأنها من الطير. تقول العرب: جرى له الطائر بخير وجرى له بشر، ففي التنزيل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقوله في هذا الحديث: فإني أرى السيوف ستسل اليوم، يقوي ما قدمناه من التوسم والزجر المصيب، وأنه غير مكروه لكنه غير مقطوع، إلا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا فيه قولا مقنعا في حديث زمزم ونقرة الغراب الأعصم: ولله بكل شيء حكمة، وإعماد الفكر في الوقوف على حكمة الله عبادة. وذكر المستضعفين يوم أحد الذين أرادوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد أصغرهم، منهم البراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت إلى آخرهم، ولم يذكر فيهم عرابة بن أوس بن قيس، وقد ذكرته طائفة فيهم. وممن ذكره فيهم القضي في كتاب المعارف، وهو الذي يقول فيه الشماخ: إذا ما راية رفعت للمجد تلقاها عرابة باليمين. ولعرابة أخ اسمه كباسة له صحبة، ومن المستصغرين يوم أحد سعد بن حتة عرف بأمه وهي حتة بنت مالك أنصارية، وهو سعد بن بجير بن بجيلة، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد صغر سنه، فكلما كان يوم الخندق رآه يقاتل قتالا شديدا فدعاه ومسح على رأسه ودعا له بالبركة وفي ولده ونسله، فكان عما لأربعين وخالا لأربعين وأبا لعشرين، ومن ولده أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن حبتة. وأما شعر هند بن تعدة: ويها بني عبد الدار، ويها كلمة معناها الإغراء. قال الراجز: وهو إذا قيل له ويها قل فإنه مواشك مستعجل، وأما واها فإن معناها التعجب، وإيها معناها الأمر بالكف، وقولها: إن تقبلوا نعانق، فيقال إنها تمثلت بهذا الرجز. وإنه الهند بنت طارق بن بياض الإيادية، قالته في حرب الفرس لإياد، فعلى هذا يكون إنشاده بنات طارق بالنصب على الاختصاص، كما قال: نحن بني ضبة أصحاب الجمل. وإن كانت أرادت النجم فبانت مرفوع، لأنه خير لمبتدأ، أي نحن شريفات رفيعات كالنجوم. وهذا التأويل عندي بعيد، لأن طارقا وصف للنجم لطروقه، فلو أرادته لقالت بنات الطارق، إلا أني وجدت للزبير بن أبي بكر أنه قال في كتاب أنساب قريش له: أول هذا الرجز الذي قالته هند يوم أحد: نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القطى النواتق. وقال: حدثني يحيى بن عبد الملك الهديري قال: جلست ليلة ورأى الضحاك بن عثمان الجذامي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متقنع، فذكر الضحاك وأصحابه قول هند يوم أحد: نحن بنات طارق، فقالوا: ما طارق؟ فقال: النجم. فالتفت الضحاك فقال: أبا زكريا، وكيف بذلك؟ فقلت: قال الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فإنها قالت: نحن بنات النجم، فقال: أحسنت. الروض الأنف للسهيلي. ومن فصول هذا الكتاب نختار غزوة الحديبية من الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي،
يقول المؤلف يقال فيها الحديبية بالتخفيف، وهو الأعراف عند أهل العربية. قال الخطابي أهل الحديث يقولون الحديبية بالتشديد الحديبية، والجعرانة كذلك، وأهل العربية يقولونهما بالتخفيف. وقال البكري أهل العراق يشددون الراء والياء في الجعرانة والحديبية، وأهل الحجاز يخففون. وقال أبو جعفر النحاس سألت كل ممن لقيته ممن أثق بعلمه عن الحديبية فلم يختلفوا على أنها بالتخفيف. وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا إلى مكة ولم يذكر في حديثه من أين أحرم، وفي الحديث الصحيح من رواية الزهري أنه أحرم من ذي الحليفة، وهو خلاف ما يروى عن علي رحمه الله من قوله تمام العمرة أن تحرم بها من دويرية أهلك، وهذا من قول علي متأول في من كان منزله من وراء الميقات، فهو الذي يحرم من دويرية أهله كما يحرم أهل مكة من مكة في الحج. وفيه أنه أشعر الهدي، وهو خلاف قول النخعي أهل الكوفة في قولهم إن الإشعار منسوخ بنهيه عن المثلة، ويقال لهم إن النهي عن المثلة كان بإثر غزوة أحد، فلا يكون الناسخ متقدما على المنسوخ. وفيه أنه بعث عينا له من خزاعة إلى مكة، فدل على أنه يجوز للرجل أن يسافر وحده إذا مست الحاجة إلى ذلك أو كان في ذلك صلاح للمسلمين. وفي البخاري أن عينه الذي أرسل جاءه بغدير الأشطاط، والأشطاط جمع شط وهو السنام. قال الراجد شطا رميت فوقه بشط، وشط الوادي أيضا جانبه، وبعضهم يقول فيه الأشظاظ بالضاء المعجمة. واسم عينه ذلك بصر بن سفيان ابن عمرو بن عمير الخزاعي، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بديل بن أم أصرم، وهو بديل بن سلمة إلى خزاعة إلى قتال أهل مكة عام الفتح. وفيه أن قريشا خرجت ومعها العوذ المطافيل، العوذ جمع عائذ، وهي الناقة التي معها ولدها، يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زعمهم. وإنما قيل للناقة عائذ، وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأبنها عاطف عليه، كما قالوا تجارة رابحة، وإن كانت مربوحا فيها لأنها في معنى نامية وزاكية، وكذلك عيشة راضية لأنها في معنى صريحة، ومن نحو هذا قوله والهدي معكوفا، وإن كان عاكفا لأنه محبوس في المعنى فتحول وزنه في اللفظ إلى وزن ما هو في معناه، كما قالوا في المرأة تهراق الدماء، وقياسه تهريق الدماء، ولكنه في معنى تصطحاض، فحول إلى وزن ما لم يسمى فاعله، وبقيت الدماء منصوبة على المفعول كما كانت. أما بئر الحديبية إنما يتربص ماؤها تربصا، ومن البرد، وهو الماء الذي يقطر قليلا قليلا، والبارد من النبات الذي كان يفطر أو يقطر من الري والنعمة. قال الشاعر رعى بأرض البهمي جيما وبسرة وصمعاء حتى آنفته نصالها أو نضالها. أما مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وشرطهم ألا يأتيه منه أحد ممن هو على دينه إلا رده عليهم، وفي هذا الحديث مصالحة المشركين على غير مال يؤخذ منهم، وذلك جائز إذا كان بالمسلمين ضعف. وقد تقدم مصالحتهم على مال يعطونه في غزوة الخندق، واختلف هل يجوز صلحهم إلى أكثر من 10 سنين، فقال بعضهم يجوز ذلك إذا رآه الإمام، وقال الطائفة لا يتجاوز في صلحهم إلى أكثر من 10 سنين، وحجتهم أن خطر الصلح هو الأصل لدليل آية القتال، وقد ورد التحديد بالعشر في حديث ابن إسحاق، فحصلت الإباحة في هذا المقدار متحققة، وبقيت الزيادة على الأصل وهو الخطر. وفيه الصلح لأن يرد المسلم إلى دار الكفر، وهذا منسوخ عند أبي حنيفة بحديث سارية خالد حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خثعم، وفيهم ناس مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فودهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية، وقال أنا بريء من مسلم بين مشركين،
وقال فقهاء الحجاز هو جائز ولكن للخليفة الأكبر لا من دونه. وفيه نسخ السنة بالقرآن على أحد القولين، فإن هذا العهد كان يقتضي ألا يأتيه مسلم إلا ربه، فنسخ الله تعالى ذلك في النساء خاصة، فقال عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزهري، فإنه قال في الحديث: ألا يأتيه أحد، وأحد يتضمن الرجال والنساء. وأما قول سهيل بن عمرو له: ولكن اكتب باسمك اللهم، فإنها كانت كلمة قريش تقولها، ولقولهم لها سبب قد ذكرناه في كتاب التعريف والإعلام، وأول من قالها أمية بن أبي الصلت، ومنه تعلموها، وتعلمها هو من رجل من الجن في خبر طويل ذكره المسعودي، وهو الخبر الذي لخصناه في الكتاب المذكور. الروض الأنف للسهيلي.